ومعنا هاتفيا من اسطنبول سيد نظير الكندوري الباحث السياسي العراقي. مرحبا بك استاذ نظير. اذا الصراع بين ميليشيا العصائب وتيار الحكمه، هل هو صراع نفوذ ام لا يتجاوز حرب تصريحات اعلاميه؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمه. يعني هذا الذي يحدث الان ما بين عصائب ما يسمى عصابه اهل الحق وتيار الحكمه، يعني كل المراقبين كانوا يتوقعون حدوثه يعني قريبا وليس بعيدا، ذلك لان اساس الصراع السياسي الحالي في العراق هو الصراع على المغانم في هذا البلد، وبالتالي هذه الميليشيات عندما لا تجد الفرصه للاغتنام او يعني الوصول الى غاياتها فهي تتقاتل يعني فيما بينها، وأفضل تعبير على هذا هو الإتاوات التي تأخذها هذه الميليشيات من أصحاب يعني الأرباب العمل، يعني كناية على حمايتها أو كما تفعل أي مافيا خارجة عن القانون. ولكن هذا من الطبيعي أن يحدث هناك تصادم ما بين هذه الميليشيات، فكان هذا الانفجار الذي حدث ما بين هذه الميليشيات. وحتى لو هذا الأمر تعدى وتم يعني نزع فتيل هذه الأزمة بين هذين يعني الميليشيات الاثنين، لربما سوف تتجدد مع ربما من نفس الميليشيات أو ميليشيات أخرى. وإذا استمر هذا الحال يعني بوجود أحزاب وميليشيات مسلحة، فالباب مفتوحة على صراعات جديدة، على اختلاف وجهات نظر، اختلاف في المغانم، سيؤدي إلى صراع جديد لا يكون فيه الخاسر سوى المواطنين. طيب يعني ما تفسيرك لتوقيت الصراع بين الأحزاب السياسية والميليشيات؟ يعني ماذا يوحي هذا البعد الزماني للحدث؟ أنت كما تعرف أخي الكريم، هي في جميعها سواء هذه الأحزاب أو الميليشيات هي لها راعي واحد هو الراعي الإيراني. نعم. وأصبح يعني مقاليد الأمور الآن في البلد بيد هؤلاء، لكن الآن بدأ التنافس على من يكون حصته هو الأكبر، والتنافس يعني أمر طبيعي ما بينها، ولأنها هي أحزاب ليست لها يعني مهنية سياسية، إنما تحتكم إلى السلاح في حل خلافاتها، فمن الطبيعي أن تجد هناك تنافس ربما يرتقي إلى أن يكون تنافس مسلح فيما بينهم، بحيث أن يعني النائب رياض المسعودي اللي هو على تحالف الإصلاح والإعمار أبدأ مخاوف شديدة أن يتحول النزاع فيما بينهم إلى نزاع عسكري. فأنت لك أن تتخيل كيف أن هناك دولة لا يكون للحكومة أو هيكل الدولة له الكلمة الأخيرة في البلد، إنما هي عبارة عن أحزاب لها وميليشيات لها قوة مسلحة هي من تتحكم بمصير البلد، ودور الحكومة هو فض النزاعات ما بين هذه الميليشيا وتلك الميليشيا وهذا الحزب وهذا الحزب. فيعني مفهوم الدولة الآن في العراق هو غير واضح وضبابي، البلد تتحكم فيه ميليشيات، والانفجارات بين هذه الأحزاب وهذه الميليشيات متوقع حدوثها. نعم. طيب كيف تتطور الأمور إذن؟ هل ستنجح إيران في رأب الصدع، لا سيما مع زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف المقررة يوم غد؟ طبعا يعني هذه الزيارة والتي هي من المتوقع أن يكون أحد أسبابها الرئيسية هو بسبب هذه الخلاف ما بين يعني العصائب وما بين تيار الحكمة، والذي كل واحد منهما ينتمي إلى تحالف أكبر من الميليشيات والأحزاب، هذا ينذر بخطر كبير ويقوض النفوذ الإيراني، فجاءت هذه الزيارة لحل هذه المسألة. لكن هذا الأمر يعني لربما يعني إذا استطاعوا نزع فتيل هذه الأزمة، ربما المستقبل يعني يأتي لنا بمشاكل أكبر ويعني صراعات أكبر ما بين الأحزاب، لا سيما وأن لحد الآن الحكومة العراقية لم تستقر ولم تكمل نصابها، وتوجد فوضى سياسية في هذا النظام السياسي. لذلك يعني أنا أتوقع يعني حتى لو عدت هذه الأزمة
ربما ستتفجر أزمات أخرى ما بين هذه الميليشيات والأحزاب. إلى حد وصل أن يعني النائب عن تحالف سائرون اللي هو اسمه قصي الياسري يقول أن من العيب على الشيعة إن لم يجدوا عدوا يقاتلون يتقاتلون فيما بينهم، وهذا يدلل على أنها محاولة لرص الصف بدعوات طائفية وجعل أن هذه الصراعات ما بين الأحزاب والميليشيات ستقوض السيطرة التي يسيطر بها الشيعة على البلد، وهو خطاب طائفي في كل مرة يحاولون الرجوع إلى هذا الخطاب لرص الصف الداخلي لهم. نعم. شكرا جزيلا لك سيد نظير كندوري الباحث السياسي.